بحب السيما اخبارها ايه؟ بحب السيما كويسه، بحب السيما عشان كده جبت دي معايا المهرجان. اصلا انت ماشي بالورقه ليه؟ يا جماعه انا ده بالظبط انا ده، لان الناس بتقولي شكلك اتغير وطلع لك دقن وشكلك بقى غريب جدا، فاوري الناس شكلي وانا كبير. وانا بشارك في المهرجان بفيلم من ظهر الراجل مع استاذ اسر ياسين ومحمود حميده، محمود حميده طبعا. وفكره ان انا بعد بحب السيما ارجع تاني للسينما في فيلم زي من ظهر الرجل في المهرجان، فدي اكيد حاجه حلوه بالنسبه لي. رجعت كبير بقى خلاص. انت طب انت كنت قاعد كل ده في البيت بتعمل ايه؟ كنت قاعد في البيت، لا بذاكر في الجامعه، بحاول بشتغل حاجات عملت في رمضان اللي فات ابن صالح احمد بدير في مسلسل استاذ ورئيس قسم، وبحاول الناس ما جاتش يعني لضمن ان انت نفس البني ادم اللي كان صغنن في بحب السيما. الناس في رمضان فرجت قالت مين ده، بس ما عرفتش مين، في ناس قليله جمعت عشان، لكن المهرجان بقى كانت فرصه ان انا اقول يا جماعه انا كبرت وانا نفس الشخص بتاع كذا وبتاع كذا وبتاع. We'll be right back.